من غير دلوقتي طلب. الواقع بيقول طب انا ممكن اطلب ان الولايه التعليميه الوصايه بتروح عن الجد لو الاب مات بطلب، لكن احنا بنتكلم على الحاجه اللي بتيجي اوتوماتيك. الاوتوماتيك بالظبط بالظبط. حتى في الماده 31 بتقول اذا تعرضت مصلحه القاصر مع مصلحه الوالي او مصلحه قاصر اخر مشمول برعايته، اذا تعرضت مصلحه القاصر مع مصلحه الوالي او زوجته او احد اصوله او فروعه مع من يملك مع ما يملكه الوصي، ابرام عقد من عقود المعارضه او تعديله او فسخه او ابطاله او الغائه بين القاصر وبين الوصي او احد من المذكورين في البند. ايه ده؟ بعد اذنك استاذه انجي عايز اقول بس حاجه في النقطه دي. احنا اعتقد القعده لان الموضوع جميل وكويس فبدا يقلب يعني مايكرو مانجمنت، يعني دخلنا جوه قوي. دي قعده مناقشه قانون، اعتقد احنا دورنا هنا لا إن أنا, احنا انا 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 فكره انه فكره اكتر من وصي برضو منطقي، اصل منطقي بس منطقي بيقول لك المركب اللي فيها اكتر من رئيس. لا ما هو في النهايه القانون بيمانج ده بيدير ده. خليني اقول لحضرتك وجهه نظري. اصل ده دي بنود القانون. ايوه كده نعم نعم. ما نقدرش نقول عليها مايكرو مانجمنت او لا لا انا بتكلم على ادارتنا احنا هنا في حوارنا. انا حابه انه القعده دي استفيد منها اقصى استفاده، انه الحاجات الكبيره والصغيره اللي ممكن تفيد اي حد زي استاذه داليا كده نحاول نناقشها. اعتقد علشان الوقت محدود طبعا. جزاك الله خيرا، انا عارف انت عايزه توضحي تحط تعملي هايلايت على امور كتير، على كل لكن وجهه نظر صعب قوي نعمله في حلقه او حلقتين، الموضوع اوسع من كده. لكن متهيألي اعتقد حضرتك كنت سالتي سؤال جيد جدا، قلتي نغير ده ازاي. انا عايز يعني ابدا او ننهي الحوار وننطلق من هذه النقطه. ايه الخطوات اللي نعتمدها؟ اول حاجه، هل عندنا مانع من تغيير وتجديد الفقه ولا لا؟ ده السؤال الاول. لان احنا لو اصطدمنا بلا خلاص كل اللي جاي بعد كده مش هنعرف نقوله. لان زي ما سيادتك اشرتي في اول حوارنا برضو عن المسلسلات اللي ناقشت القضايا، وقلت لك عن مسلسل رساله الامام انه كان بيناقش القضيه دي، قلت لك احنا هنحتاجنا في حوارنا ده على رساله الامام، كان بيناقش تغيير فقه المالكيه او تطوير من فقه المالكيه لفقه جديد اسمه فقه الشافعي. فالسؤال نساله للساده المسؤولين عن هذه القوانين. السؤال الاول، هل عندنا استعداد نسمع لراي اخر؟ لو كانت الاجابه نبدا نروح للسؤال الثاني، هل هناك راي فقهي اخر بيساعد على التيسير وموضوع الوصايا وتحويله الى الام لتغير الزمان والمكان والظرف والشخص وتغير الحال، وبقت المراه بقت خلاص بتنزل في الشارع زي الرجل وبقت مسؤوله، وعندنا في الفقه ثري جدا. هل نقدر نستند الى هذه الامور ولا لا؟ يبدا من هنا انطلاق البحث. اعتقد وجهه نظري لازم الثلاث اسئله دول لازم نمر بيهم للاجابه. تمام استاذه رحاب، الحل ايه؟ الحل ان احنا دلوقتي ابتدينا هنبتدي في مناقشات عامه لقانون الوصايا نفسه. هنبتدي نعمل لجنة استماع، هنبتدي نجيب مثلا ناس عندها زي أستاذة داليا كده خبرات سابقة، مواقف سابقة، هنبتدي نشتغل على كل حالة، هنبتدي نسأل الرأي الفقهي، ايه رأي الفقه فيها، هل ممكن يتغير ما يتغيرش، لا هنبتدي نشتغل على محاور كتير. في برضو حاجة مهمة برضو، احنا موضوع المعاش برضو، الزوج لما بيتوفى المعاش مثلا بيقعد 3-4 شهور عقبال ما بيطلع. لا احنا محتاجين سرعة الإجراءات للأم والزوجة اللي هي ما عندها أطفال، هتصرف منين في 3-4 شهور؟ كل الحاجات دي هي موجودة على ترابيزة الحوار في التنسيقية. إن شاء الله خلاص احنا زمايلي يعني عملوا القانون، ابتدى ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. استاذه ولاء سريعا كده، ايه الحل؟ سريعا اغير بنود القانون على الحاجات اللي تتوافق مع التيسير على الام وعلى إدارة أموال الصغير، يبقى في بالفعل هيئة لإدارة واستثمار أموال الصغير على النحو المبين في الاقتصاد حاليا للأموال واستثمار الأموال، إن أنا أدي صلاحية للأم إن هي تعرف تدير، وكل ده برضو تحت مظلة المجلس الحزبي، على من يثبت أن هذا الوصي غير كفء يتم عزله فورا من قبل المجلس الحزبي. عايزين يبقى في رقمنة في محاكم الأسرة، محاكم اللي بيكون فيها الصغار وقضايا المرأة بشكل عام لازم يكون في رقمنة، الطلب يتقدم على الانترنت، التعيين الوصي يكون عن طريق الانترنت، كل شيء عن طريق الانترنت. احنا عندنا الامارات في حداثة كبيرة جدا في امر المحاكم وتطوير المحاكم، عايزين يكون موجود في محاكم الاحوال الشخصية، عايزين يبقى في ندي كده ثقة للام تستطيعي
انت تستطيع ان تديري وزاره بكاملة الأم مثلا. عندها ثقه، المهم المجتمع يثق فيها. عايزين بقى المجتمع والقانون يدي ثقه للام. شكرا جزيلا، نورتونا في مصر جديده الشيخ خالد الجمل، نورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك النائبه رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب، اشكرك شكرا جزيلا. والمحاميه المتخصصه في قضايا الاسره الاستاذه ولا علي، شكرا جزيلا. الحقيقه الوصايه جزء من قانون الاحوال الشخصيه، ممكن كمان هو يكون جزء فرعي، بس هو جزء فرعي من قانون كبير، بس احنا بقالنا سنين منتظرين انه هذا الجزء يتغير او يتعدل عشان يناسب هذا العصر ومتطلباته وظروفه. بصراحه احنا منتظرين قانون جديد. يعني اصلا قانون الاحوال الشخصيه ده احنا اتكلمنا عليه هنا كتير وناقشنا من كل زوايا، احنا محتاجين قانون احوال شخصيه اصلا، ولا هو مع الام ولا هو مع الاب، لا هو لصالح الاسره المصريه، لصالح الاولاد والاطفال. عايزين انه يبقى في تغيير بقى، المجتمع بيتغير. احنا عارفين انه ما فيش عصايه سحريه تحل كل ازماتنا، بس الحقيقه انه احنا بارادتنا ممكن نحرك المياه الراكدة، ومش بالقانون بس اللي ممكن تتحل الأزمات وتتحقق العدالة. فكرة التراحم، فكرة التفهم، فكرة تغليب العقل والمنطق وإبعاد العناد والحساسيات الشخصية، كل الكلام ده لو اتعمل هيبقى أفضل للأطفال وليه دور أحلى وأفضل في حفظ كيان الأسرة المصرية اللي هي نواة أمن المجتمع كله. أشكركم شكرا جزيلا، بكرة مصر جديدة إن شاء الله.